اتكلمنا في فيديو كولر سينسور عن ان اي لون في الدنيا عبارة عن مزيج ما بين الاحمر والاخضر والازرق ال RGB. في الفيديو ده ان شاء الله خلونا نشوف تطبيق على الكلام ده ونتعرف على مركب جديد ونشوف امر جديد في الاردوينو. هيا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عمر من مصر على قناة مرسي حامد. هنتعلم إن شاء الله في الفيديو ده الأنالوج بين في الأردوينو، وهي بنقدر نديها قيم متغيرة على عكس الديجيتال بين اللي يا دوب كنت بقول لها يا هاي يا لو يا أون يا أوف يا زيرو يا واحد. الأنالوج بين أو الأنالوج سيجنال إن أقدر أدي القيمة للأردوينو قيمة متغيرة، وعشان نعمل كده هنحتاج بوتنشوميتر أو فاريبل ريزيستنس، مقاومة متغيرة، وهي بيكون طالع منها 3 رجول، الأرجل اللي على الأطراف دي اللي بتتوصل على التغذية الموجب والسالب، والرجل اللي في النص اللي باخد منها الأوتبوت أو القيمة المتغيرة اللي بدخلها على الأنالوج في الأردوينو. ملوش بولاريتي معينة، يعني أقدر أوصل الموجب والسالب براحتي، بيعتمد على أنا عايز اتجاه الدوران يكون مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة. فمثلا لو وصلت السالب على الرجل اليمين والموجب على الرجل اليسار، هيكون الدوران بتاعي عكس عقارب الساعة والعكس صحيح. دلوقتي نتكلم عن نجم الفيديو الـ RGB LED، وهي عبارة عن لمبة جواها 3 لمبات أو 3 ليدات، أحمر أخضر أزرق. أقدر أتحكم في كمية إضاءة كل لون منهم، ولذلك أنا أقدر أطلع منها أي لون. الـ RGB LED بيبقى طالع منها 4 رجول، وبيبقى فيه منها نوعين، يا كومون أنود يا كومون كاثود. الرجل الطويلة هي دي الرجل الكومون. في النوع الكومون أنود مثلا بتكون الرجل الطويلة هي الموجب، وبقية الأرجل بوصلها بمقاومة على السالب، وطبعا كل رجل مسؤولة عن اللون زي ما واضح قدام حضراتكم. وبالنسبة للكومون كاثود بيكون العكس، الرجل الطويلة هي السالب والأرجل الباقية بتتوصل بمقاومة على الموجب. تعرف ازاي الفرق ما بينهم؟ مفيش حاجة في الشكل تعرفك الفرق. لو عايز تعرف الفرق ما بينهم بتحتاج تعمل عليها تيست باستخدام المالتي ميتر. ودلوقتي خلونا نروح نشوف التوصيل والكود ونجربها. هيا بينا. تمام، بالنسبة للتوصيل فهي بسيطة جدا. نبدأ أول حاجة بالتغذية، فاحنا هنيجي هنا هنوصل ال 5 فولت من الأردوينو على خط الموجب على البريد بورد، والجراوند على خط السالب. دلوقتي نتكلم عن البوتنشوميتر. أول حاجة نعرفها إن البوتنشوميتر بيبقى فيه منه قيم مختلفة، فيه ممكن 1 كيلو أوم، 10 كيلو، 100 كيلو، على حسب النوع اللي أنت هتجيبه براحتك، وبيبقى فيه منه أشكال مختلفة، بس نتفق كلنا إن هو بيبقى على الأغلب طالع منه 3 رجول، وزي ما قلنا الأرجل اللي على الأطراف هي التغذية والرجل في النص هي الأوتبوت. فأنا هنا مستخدم الرجل الشمال هي اللي هوصلها على الجراوند، والرجل اليمين هي اللي هوصلها على الموجب على خط الموجب. فبالتالي أنا عندي هيبقى اتجاه البوتنشوميتر هيبقى مع عقارب الساعة. نيجي بقى دلوقتي للرجل اللي في النص، هنوصلها فين؟ هنوصلها في الجزء ده على الأردوينو، في نوع الأردوينو أونو. هنا الأنالوج إنبوت الأونو موجود فيه 6 مداخل من A0 لA5. أنا هوصل البوتنشوميتر من A0 وA1 وA2 للأحمر والأخضر والأزرق. ودلوقتي نتكلم عن اللمبة. أنا هنا عندي الـ RGB LED نوعها كومون أنود. كومن انود يعني الرجل الطويله دي هنوصلها على خط الموجب. بقيت بقى الارجل اللي هي الار والجي والبي هنوصلهم بمقاومه. انا هنا مستخدم مقاومه 1 كيلو اوم، وهوصلها على الاحمر هوصلها على 3، والاخضر على 5، والازرق على 6. طب اشمعنى 3 و5 و6 بالذات؟ يعني اخترت الارجل دي. نلاحظ هنا، خلينا نروح نزوم هنا، هتلاقي ان جنب البن دي في كده علامة موجة، ومكتوب هنا بي دبليو ام، يعني بالس ويتس موديوليشن. ايه البالس ويتس موديوليشن؟ خلينا نروح الصورة دي هنا. البالس ويتس موديوليشن، مش دلوقتي البوتنشوميتر دي بتدخل لي انالوج انبوت على الاردوينو، يعني قيمة متغيرة، فاحنا عايزين الاردوينو يطلع لنا قيمة برضو متغيرة. يعني احنا قلنا الاردوينو بيطلع يا هاي يا لو يا اون يا اوف، لا احنا بقى عايزينه يطلع قيم متغيرة. ولذلك زي ما هندخل له قيمة متغيرة فمحتاجين البنة تطلع له قيمة متغيرة.
فالبن اللي بيبقى زي ما واضح في الصورة دي اللي هنا مكتوب بالس ويدث موديريشن وعلامة الموجة دي، البن اللي مرسوم عليها العلامة دي، دي معناها انها تقدر تطلع لنا قيمة متغيرة زي ريج رقم 3 و5 و6 و9 والى اخره. فزي ما انتم شايفين بنستخدمها بالانالوج رايت، وده الامر اللي هناخده كمان شوية في الكود. فده كده بالنسبة للتوصيل، وخلينا دلوقتي نروح نشوف الكود هيبقى. طبعا بالنسبة للكود، فأول حاجة نبدأ بيها اللي احنا هنعرف عندنا ثلاث متغيرات ياخدوا القراية من البوتنشيوميتر، ريد فاليو جرين وبلو فاليو، وبعد كده هنعرف ان الأرجل اللي معرفين عليها اللومب اللي هي الأحمر حطيناها على رجل رقم 3 والأخضر والأزرق. دلوقتي في الفويد سيت اب احنا هنا عشان نستخدم السيريال مونيتور عشان نشوف هل البتاع شغال ولا لا والدنيا ماشيه ازاي، فهنحط سيريال دوت بيجن 9600، وبعد كده بين مود من A0 لA2 هنحطهم كلهم انبوت بتوع البوتنشيوميتر، وبعد كده الاحمر والاخضر والازرق دول كلهم اوتبوت. نيجي بقى دلوقتي للفويد لوب. اول حاجه قبل ما نتكلم، ولا كانكم شايفين السطر ده بتاع ماب، خلوني حد دلوقتي اعمله كومنت. دلوقتي اول حاجه هنقول ان الريد فاليو او قيمه الاحمر بتساوي انالوج ريد اي 0، تمام؟ يعني اقرا القيمه الانالوج. نلاحظ ان احنا كنا دايما بنقعد نكتب ديجيتال ريد، احنا المره دي هنكتب انالوج ريد عشان احنا نقرا قيمه متغيره اي 0، تمام؟ طيب دلوقتي الانالوج بتاخد قيمه من 0 ل 1023، يعني خلينا مثلا نلغي السطر ده كمان ونلغي السطر ده كمان عشان اوضح لكم ازاي، وهنحول دي مؤقتا لكومنت، تمام؟ لو دلوقتي رفعنا الكود، وجينا نفتح السيريال مونيتور، هنلاحظ ان هنا طالع لك الاحمر صفر والاخضر صفر والازرق صفر. لو لفيت البوتنشوميتر الاحمر وانا بلفها القيمه بتزيد 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 زي ما انتم شايفين، غاية ما توصل لأعلى قيمة ليها اللي هي 1023، تمام؟ المفروض 1023، لو ما وصلش 1023 بالظبط مش مشكلة، ده بيبقى عيب في صناعة البوتنشوميتر نفسها. لو لفينا الأخضر مثلا، ولو لفينا الأزرق نفس الكلام، تمام. فدلوقتي احنا عرفنا البوتنشوميتر، عايزين بقى دلوقتي نعمل ربط ما بين ان البوتنشوميتر دي اصلا المفروض انها بتطلع غايه قيمه 255 من البالس ويدث موديوليشن. فهنعمل ازاي ربط ما بين ال 1023 وال 255؟ دي بقى مهمه الماب، الماب فانكشن اللي هنتعرف عليها في البرنامج. بتتكتب ازاي؟ زي ما انتم شايفين هنا بنكتب ماب، نفتح قوس، اول حاجه بنكتب قيمه الحاجه اللي احنا عايزين نلعب في الرينج بتاعها، فاصله بدايه الرينج الاول، فاصله نهايه الرينج الاول، بعد كده فاصله بدايه الرينج الجديد، فاصله نهايه الرينج الجديد، تمام؟ فاحنا هنا عايزين الاحمر، نرجع بقى السطر ده، عايزين نخليه بدل من 0 ل 1023 يكون من 0 ل 255، فعشان كده عملنا ريد فاليو 0 ل 1023، انا هنا خليتها 1021 على حسب البوتنشوميتر اللي عندي، وبعد كده المفروض من 0 ل 255. طيب لو سالتني سؤال ليه انا عاكس هنا 255 ل 0؟ عشان نوع الليد اللي عندي كومون انود، يعني كومون انود يعني الرجل الكومون اللي هي المشترك متوصله على الموجب، فالمفروض اصلا ان التيار لما يجي يمشي بيمشي من الموجب للسالب، فده معناه ان التيار عندي مش طالع من الاردوينو، لا هي اتجاه التيار المفروض الار والجي والبي دي اصلا سالب، فاتجاهها داخل عليها التيار، ولذلك انا عشان احافظ على اتجاه دوران البوتنشيوميتر يكون مع عقارب الساعه زي ما انا عايز، هعكس قيمه الرينج بدل 0 ل 255 هخليها 255 ل 0، وهكذا نفس الكلام بالنسبه للاخضر ونفس الكلام بالنسبة للأزرق. وبعد كده هنكتب هنا إن analog right اللون الأحمر red red value، يعني سجل قيمة الريد فاليو في اللون الأحمر، ونفس الحكاية بالنسبة للأخضر وبالنسبة للأزرق. أنا هنا موصل الأردوينو، هنرفع الكود على طول، خلونا نفتح السيريال مونيتور عشان نشوف الدنيا بقت عامله ازاي. لاحظوا هنا بعد لما عملنا الماب انا عامل البوتنشوميتر على صفر، بقى قاري لي هنا 255، فزي ما انتم شايفين دلوقتي واضح قدامكم على الشاشه دي هنا اللمبه. لو لفينا مثلا اول واحده هيبدا اللون الاحمر ينور، وزي ما انتم ملاحظين في السيريال مونيتور ان قيمه الاحمر بتقل،
نقفل تاني، نفتح الأخضر وكذلك الأزرق، وممكن بقى نعمل ميكس ما بين الألوان، يعني مثلا لو فتحنا الأحمر مع الأزرق هيدينا اللون البنفسجي زي ما انتم شايفين، لو فتحنا الأحمر مع الأخضر هيدينا اللون الأصفر زي ما انتم شايفين، لو فتحنا نقفل الأحمر، لو فتحنا الأخضر مع الأزرق هيدينا اللون ده زي السماوي كده، لما نفتح التلاتة مع بعض هيدينا اللون الأبيض بالشكل ده. كده نكون خلصنا فيديو النهاردة، أتمنى تكونوا اتعلمتوا منه واستفدتوا. شكرا جزيلا للمشاهدة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.